مرت خويا مرت خويا هي اللي توفات. مرت خوك توفات هنا توفات في هذا الحادث. الحادث ملي جا الخبر كيفاش تلقيتي؟ ملي جات الخبر راه حنا تمملنا شويه قافينا شويه الحال ولي دار الله مزيانه الله يعطيكم الصبر. ها من عمل والدي واقع صغير كون عندها ديك 66 66 سنة كانت راكبة يعني كاين كانت الاتجاه ديالها كانت الاتجاه ديالها كانت في بروج وجاية مع بنتها. العائلة كيفاش تلقات الخبر؟ العائلة راه تغير الصدمة كانت في العائلة تغيرنا حنا في الطريق حنا جينا في الطريق تغيرنا في الطريق اللي سمعنا حنا ما صحابوش حنا بلا راه ميتة هي عادي تنسولو تنسولو تا جينا دخلنا هنا صنع هنا في السبيطار عرفناها الله يرحمها ويسع عليها الله يرحمها. قالوا لكم شنو وقع بالضبط في الكار؟ اكسيدا وصافي تكا ما عطاوكمش زعما شنو وقع بالضبط السرعه واش قالوا اكسيدا وصافي. عندها وليدات؟ عندها وليداتها كي تلقاو الخبر؟ هذا واحد ماشي برا وجوج هنايا تغيروا شويه ما حال عندها ثمانية بناتها ساكن بناتها تغيروا شويه الله يرحمها ويسع عليها صحابي صحابي ساكن جد مولانا واسمو خوتها ايوا داكشي قدير الله حتى جاتهم الخبار راه كنا مراجعين في القهوه مع فروسنا وتنفرجوا في الكار كيفاش تقلب وكيفاش داروا تيقعدوا فيه ايوا مشينا بغينا نتغداو شويه حتى جا خوها قال لك نوديني راه اختي ماتت مع ولدها ولدها جاب طونوبيلته مسكين بوحدو جاي تيجري حنا سمعنا انا وخوها حنا نجيو لهنا لحقت عليهم هنايا وهذا راه مرت عمو ايوا هادشي قدير الله ها عندها شي وليدات عندها ما كان معها حتى واحد لا ما كان معها حتى واحد بحدها انا بحدها اللهم اغفر لنا من اللي تلقيتو الخبر كي كان بنادم تصدم ماشي سؤال ولكن بنادم تصدم انت مع ولا تجيك الخبر تتحسي براسك كيفاش غدير راه تتصدمي ما تليتيش تعقليش تقولي ولا اش ديري ولا قالوا لكم شنو وقع بالضبط؟ لا ما قالناش قالوا الكارت تقلب صافي. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.